السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم إيمان قاسم. جبت لكم المرة دي مجموعة كبيرة جدا من الدليات المثلثة، أشكال وأنواع مختلفة، قبل ما نعمل الجزء الثاني من السلاسل. النهاردة إن شاء الله هنعمل السلاسل اللي على شكل الغرزة الرباعية. كتير من اللي بيعرفوا الخرز والمفارش هيعرفوها إزاي تتعمل بسهولة، وإن شاء الله نتعلمها مع بعض. هنا الأشكال المختلفة من الدلية المثلث، جبتها من البنترس، وممكن تلاقيها على الجروب عندي في الفيسبوك، عاملة فايل لوحدها. ممكن أحط لكم اللينك على صندوق الوصف. هتلاقي تشكيلة كتيرة متنوعة، ممكن تعملي منها أشكال متنوعة برضو، مش لازم هي على وجهين وتتحشى فايبر، لا ممكن تعمل وجه واحد أو أشكال متنوعة زي دي كده. يعني بصي دي عبارة عن ايه، ثلاث مثلثات او اربعة مشبوكين ببعض، مثلثات صغيرة. انا نفذتها برضو بنفس الطريقة، عملت ثلاث مثلثات وحطيتهم على ورق الجوخ او ماشي الجوخ. دلوقتي هيجي هفرجها لكم، اشكال جميلة جدا. تلعبي بقى في الالوان زي ما انت عايزة، تزودي حاجة، تنقصي حاجة، كل ده في البطرون زي ما انت عايزة بالظبط. هذه برضو عبارة عن مثلث كبير وثلاث مثلثات صغيرة من هنا وثلاثة من هنا. دي مثلثات صغيرة محطوطة جنب بعضها، ده دورين شكلهم شيك جدا، ده نص مثلث عبارة عن خمسة بس مشبكين في بعضهم، هنا دول أربعة ألوان بقى. دي مثلثات صغيرة جدا جدا ومشبكين ببعضهم، ده داير ما يدور مثلثات، اشكال في منتهى الجمال. ده اللي انا عملته اهو، ثلاثة اهو جنب بعض، بس ده بخرز تشيكي، كسر كسر تشيكي. ده برضو اهو ثلاث مثلثات وبينهم مثلثين صغيرين بنفس الطريقة، وشبكتهم ببعض، وده برضو بالخرز التشيكي. ده اللي نفذته، يا رب ان شاء الله تنفذوه يطلع جميل كده وتوروني الشكل بتاعكم. شكرا، اهلا بيكم. رجعنا مع بعض عشان نعمل أشكال مختلفة من الحبال اللي ممكن نستخدمها مع الدلية المثلث أو غيرها من الدليات، أو ممكن يتلبس لوحده. ده الشكل اللي هنعمله دلوقتي، اللي هي الغرزات الرباعية. الغرزة الرباعية دي بقى اللي هم عارفين المفارش الخرز والحاجات دي بتتعمل بالغرزة الرباعية العادية، اللي هي عبارة عن أربع خرزات أربع خرزات أربع خرزات. هو بنمشي بالطريقة دي، البداية بتبقى 8 خرزات وبنلضمها، وكل خرزة من الثمانية دي بنمشي عليها، بنبني عليها 4 خرزات. هي تبقى واحدة فبنحط 3 في البداية، بعد كده بنحط 2 عشان بيبقى معانا 2، واحدة من الغرزة اللي عملناها الأولانية، واحدة من الثمانية الأساسيين، وبنمشي كده 2 2 2 لحد بنوصل لآخر واحدة، بنحط واحدة بس، خرزة واحدة بس عشان بيبقى معانا 3. هوريكم زي عملي. طبعا اختيار الالوان اختيار رجع لكي، طبعا حرية شخصية. عايز تعمليه كلها سادة ماشي، عايز تعمليه ملون كل جزء اللون، سطر وسطر، زي ما انت عايزة. انا بس حبيت اوريك الطريقة واختيار الالوان. طبعا لو كان اختيار متعدد حسب ايه، حسب الدلية اللي احنا شغالين فيها، من كذا لون ولا لون واحد ولا لونين، ده اختيار انت حرة فيه. اول حاجة بنعملها بتجيبي 8 خرزات، 8 اهم، وبتربطيهم. طبعا الخيط زي ما انت عايزة، عايز تستخدمي خيط الحرير اللي بتشغلة بيه ماشي، عايز تستخدمي خيط النايلون اللي هو بتاع الاكسسوارات ماشي، مش مشكلة. الموجودة عندك بتعملي 8 خرزات وبتعقدي، طبعا عقدتين في البداية، وبعد كده بتمسكي بقى خرزة خرزة من الموجودين دول، بتبني عليهم ايه رباعيات. اول واحدة بتخش فيها، كده معاكي خرزة واحدة، تقومي حاطة بقى عليها ايه 3 خرزات كمان. هي اول واحدة تحطي 3، اول واحدة بس بنحط 3،
زي ما قلت اختيار الالوان زي ما انت عايزة. احنا دخلنا في خرزة بنخش فيها هي هي تاني. اهو كده ادي اربعة كده عملنا غرزة اول واحدة رباعية. هنخش بقى بالخرزة اللي جنبها نحط اتنين بس خرزتين بس عشان احنا معانا اهو واحدة من قدام دول الاربعة جد اللي عملناهم. هنخش في واحدة اللي في الجنب منهم مع الخرزة اللي بالتمانية اللي تحت. تبقى ايه رباعية اهي تاني. نخش في الخرزة اللي جنبها نحط اتنين نخش في الخرزة اللي جنب من الخرزة اللي جنبها واللي احنا دخلنا فيها عشان يبقوا ايه اربعة. نخش في اللي بعدها. طبعا الوان انت ايه حرة في اختيارها. هدخل الوان عشان ايه الخرز اللي قدامي كله رفيع وانا مش عايزة خرز صغير. حط اتنين رباعيات كلها. عايزين نشوف كده عملنا كام غرزة. خلص دي ونشوفها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى الجاية دي ايه تمن. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لا ستة. يبقى الجاية السبعة. عشان الغرزة التامنة او الخرزة التامنة في التمانية الاساسيين بنحط بقى واحدة بس مش اتنين. احنا كل مرة بنحط اتنين اهو وبناخد واحدة من القديمة مع اللي تحت يبقوا كده كام اربعة اهو. شكل عمزة شكل الوردة كده. الاخيرة بقى فاضل خرزة هي من تحت التامنة هنخش فيها وفي واللي في الجنب من اول واحدة خالص ونحط بقى خرزة واحدة بس. عشان احنا كده معانا تلاتة نحط خرزة واحدة بس اهو ونخش من الجنب دي اللي من الجنب دي معاهم يبقوا كده كام اربعة. بس هو عشان خرز مش متساوي دي صغننة اكتر فمش باينة اوي اهي. هتديكي شكل الوردة دي كده كلها رباعيات. هنعمل ايه بعد كده؟ كل خرزة من فوق دي هنخش فيها داير ما يدور نلمهم مع بعض عشان يبقى ايه حبل بقى معانا. شوف بس ايه احنا طالعين منين اهو طالعين كده.